طبعا ناخذ المشوار ان شاء الله ونصل بالسلامه ونكمل سنباتنا هناك. توكلنا على الله والله اللي يقضي الحاجات. بالعلوم الطيبه اللي هو جبل فيفا، طبعا هو باين من عندنا من هنا من نفس الموقع، هذاك هو، هذه قمه جبل فيفا. انتهت فتره اقامتنا في جبال طلال، والان باذن الله متوجهين الى الجبل الشهير المعروف هو واهله. اسعد الله مساكم بالخير وبالمسرات، يا هلا ويا مرحبا بالغالين من فيفا الجميله. فيفا اللي جبالها شوف 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 ومناظرها وسحابها وهواها يفتح النفس. مساك الله بالخير يا ابو حسن. هلا والله. انا ودي هلا والله بالجمال كله. انا ودي في مشروع يسوونه اهل فيفا. وش هو؟ يا اخي يا اخي يجيبون حق هليكوبتر. ما عجبك حق ايش؟ هليكوبتر اللي ما يقدر على الخطوط عنده فوبيا يطير بهليكوبتر يوصل للاستراحه. كلهم اللي يجون مرتاحين طيب هنا ولا خافوا ولا شيء عشان تتركوا للفئه اللي عندها فوبيا انك تتمتع بالمناظر الحلوه هذه. يعني عاجبك اني انام في السياره لين اوصل وما انا ما فيني نوم ما غير ابلع حبوب تنويم هذه؟ فكرة حلوة إن شاء الله يدرسونها أهل فيفا إن شاء الله. نتمنى مراعاة الضعاف. وصلنا إلى المزرعة الشهيرة في فيفا، مزرعة البن، والعائدة ملكيتها إلى شيخ شمل قبائل فيفا اللي اجتهد عليها بشكل رهيب وجاب لها من المطورين والخبراء في المزارع الجبلية حتى أصبحت بهالشكل الجميل وبهالرونق المختلف. والمشايخ يعرفون بوقفاتهم وامورهم الطيبه، مثل هالشيخ اللي تبرع بهالمزرعه لضيوف المنطقه عامه وضيوف قبائل فيفا من خارج المنطقه خاصه واستضافتهم فيها. مكان جدا يستحق التامل. تحس اللي قاعد يشتغل احترف، فعلا احترف. غابة هذه ما هي مزرعة. يا الله انا متعمد ادخلكم من هنا عشان تعيش الجو كأنك قاعد تمشي في المزرعة. هذه مقطوف محصولها. الله أكبر. من وين ما وجهت في هالمزرعة المناظر تشوقك وتعجبك. طبعا هذه أماكن ضيافة خاصة في ضيوف المزرعة. طبعا أنا جيت هالموقع قبل سنتين تقريبا، والله يا جماعة وقفت وشفت نفس هالفرشة وهالمجلس، يعني ذكرت لي ذكريات حلوة قبل سنتين سبحان الله، وراحت هالسنتين كأنها يومين. صراحة شيء يستحق الإشادة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا أنا جامع، اللي ما صلى يروح يصلي يا شباب. شوفوا جمال المكان يا ناس، شيء يعني هذه طبعا شجرة البن، وهنا الجلسة. شوفوا كيف جمالها، شيء. فيها المزرعة أكثر من صنف، ما هو بس البن، فيها الجوافة فيها المانجا وفيه شيئين عندهم تعتبر جديدة اللي هو الخشب والصندل. بعدين بداية قوية ما شاء الله تبارك الرحمن. بدخل وبفرجكم على شيء، مقتطفات خفيفة من المزرعة. بسم الله خلوكم معي. أنا صراحة أحب المزارع وأحب أجواءها، بس مدري بعض الناس ممكن ما هو مهتم، يعني ما يعني له شيء الزرع وما الزرع جميع بجميع انواعه طبعا، لكن انا والله احب المزارع.
احسها يا اخي فيها استكنان كذا وهدوء وراحه. انت تسمع اصوات العصافير والطيور وشويه اذان من بعيد. لها جو، لها طابع مختلف. تقول شايب؟ ايه شايب. ايش عندك شايب؟ هالشجره اللي تشوفونها قدامكم دي، هذه الخشب والصندل. بسام ارحب، وش تسوون انت يا بندر؟ ابغى اقول لك وابشرك ببشاره، احنا مقبلين على خير مع ذي الدوله العظيمه. اي والله الحمد لله. نافسنا في البن ذي الحين، بدل ما نكون انه ناخذ من برا بنصير مصدرين، وان شاء الله ننافس العالميه وكوستاريكا. يا رب لك الحمد. هنا الخشب والصندل، كل منتجات الخشب والصندل تعرفها، العطورات والعود وكل شيء احنا نستوردها من برا. نعم، اول تجربه في السعوديه، وباذن الله في القريب العاجل لتكون منتج وطني وننافس فيه الدول اللي تجيبها لنا. عافية عليك، حنا نوديه لهم باذن واحد احد. تراه هذا المنتج باذن الله في القريب يعني بيصير شيء كفو وحاجه مميزه تطلع من عندنا باذن الله. وانتم كفو. تاج راسي. عقدك اذن ولا فرك اي لدنه ما لا تغصنوا على مساعدينا. والله يا مرحبا يا ابو حشر، هذا المانجو. تسلم. المانجو اللي عنده عاد انت تعرفه. معروف. ما يحتاج اقول. معروف. المانجو ذا الحين بتبدا موسمها، وموسم المانجو وباذن الله وعلى خشمي، وانت تستاهل ان يوصلك لين ديارك. تسلم. وابغى ذوقه وتقول لي ان شاء الله اذا جاك. شهادتي مجروحه اصلا. تسلم لي. ما شاء الله تبارك الرحمن. ألذ من تحصله في البقايل، لكن مو اللي عندنا، احنا اللي عندنا غير ترى، وانا اقولها من ثقه والله. طيب انا بجرب. والله العظيم شيء خرافي، انا بعطيك. بس ما بتطيب هنا، لازم تخليها في مكان دافي لين تستوي، وعادي ما تخرب. تمام؟ اذا استوت اعطني رايك. ورنيها طيب بشوفها. هذه السفرجه. الله يا بسام. اسال عبد القادر ايش كان. الله يا بسام الله. هذه السفرجه. وبعضهم يسموها القشطة، وبعضهم يقولوا لها الشفلة. القشطة. بعضهم يقول لها الشفلة. بس ترى هنا والله إنها مختلفة، وأنا أراهن على ذلك. ترى ما هي زي اللي تذوقونها. يا رجل. تستاهل حبيب. تستاهل الطيب. وبيجيك إن شاء الله من المحصول بإذن الله، يوصلك لين ديارك. الله يعطيك. ولا حب يفرض سلطته فم جبل على تايد مغلوب وغالب. غالب. شفت الزمن فيه العجايب، وكل مرغوب من الله. يقولون الورد للورد، وانت جيت علينا يا بندر، وجيتك عزيزة، هذه الوردة لعيونك. تسلم. تستاهل. تسلم. الورد وكل علم غانم. والله ما ادري ايش اقدم لك، لكن هذه يعني تعبر عن المشاعر. الله يسعد الوجه. ما ادري توصل ولا لا المشاعر. شكرا. لا وصلت. وانت كل اللي يجي منك تستاهل. زي هالورد. تستاهل على راسي طال عمرك. لحظة 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 يا يحيى، كذا فيها ظلم. ليه؟ طيب انا يعني انا مالي 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 حظ، مالي نصيب. وش موجود هنا عشان خدمتكم. خدمتنا اخذنا الدباب هذا، تصوره وتسوي له خلفيات. انا ما اجي بعدك ابو حشر، بدون تعرف انت غلطك ابو حشر. ابو حشر صل على النبي. اللهم صل عليه. انت لقطت المحتوى كله، ما عاد خليت لنا شيء. باقي ناخذ لنا صور هنا، ناخذ لنا لوكيشنات. عرفت تحب الخير ابو حشر، نبغى نطلع معك شوي كذا. يعني انت تعرف ايوه انا تمتص غضبي. ايوه انا اقول لك تعرف ايش انت امتص غضبك. انت كفو. انت كفو يا ابو حشر. كفو كطيب. بس والله اني احيا انت صورني معه وتصورني صوره زي ما صورت، ولا والله انا ازعل عليك. انت لمساتك خطيره. انت فيها ما يحتاج لها. الله يسعد الوجه. والله تذكرني مخلد لك الكبسه. ترى يا غازي ترى وبعدين والله انك زاين الايام هذه يا بنت. شكرا الله يا غازي. ترى انا هذه نقطه ضعفي يا غازي. انا داخل ادرك عليك يا ولد فريده. ما يعرفون اسم امك؟ علمت اسالك بالله. انت قلت ولا مغرنا هي عليك يا ولد فريده اللي امها نجاح.